تفجيرات أرامكو هزت أسعار النفط وأيضاً الوضع السياسي بالمنطقة. المنصات الاجتماعية مساحة حرة للتعبير بين الحقيقة والإشاعة، كيف يتفاعل الناشطون مع ما ينشر عليها؟ الصحف تضج بطبول حرب في الشرق، استهداف أرامكو يؤجج أسعار النفط وخلافات إيران والسعودية، والانتخابات في تونس وإسرائيل من صناديق الاقتراع إلى الصفحات. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من حديث الميديا. استهداف أرامكو ألهب وسائل الإعلام العربية ووصل دخانه إلى العالمية. وسائل الإعلام العربية تناولت الموضوع من زوايا عدة وتباينت معالجة الحدث وتشابكت الخيوط. صحيفة الشرق الأوسط السعودية حاولت أن تقلل من أثر الضرر الذي لحق بالقطاع النفطي، ثم أشارت إلى الأدلة التي تضع طهران في دائرة الاتهام. إيران استهدفت السعودية، هكذا اختصرت قناة العربية المشهد على طريقتها وحسمت الأمر. إيران استهدفت السعودية وعبرها حاولت توجيه ضربة لاستقرار العالم. ليس هناك من طريقة أخرى لوصف ما حصل في بجيج وخريس. من جهتها رأت القدس العربي أن سمعة السعودية تهتز، فيما نقلت مشهدا أقل ما يمكن أن يوصف به أنه معقد ومتناقض إلى حد السخرية. الهجوم من اليمن وبأيد حوثية وأسلحة إيرانية، وفي مؤتمر واحد روحاني يقول إن الهجوم يعتبر دفاعا عن النفس، بينما يبدي بوتين استعداده لمساعدة السعودية بعرضه صفقة صواريخ روسية. قناة الجزيرة نقلت موقف حلفاء السعودية عبر المحيط. من قال إن ترامب ذاهب نحو المواجهة العسكرية مع أي كان؟ قد يلوح بهذا الخيار يستدرك عارفون بسياساته. الصحافة الأمريكية هناك شغلتها أيضا هجمات أرامكو وموقف البيت الأبيض وتصريحات المخابرات الأمريكية بتثبيت التهمة على إيران، كما ألقت الوول ستريت جورنال الضوء على ما يبدو أنه مناورات من إدارة ترامب في اعتماد الرد المناسب. محطة CNN التلفزيونية لها أسلوبها الخاص في التعامل مع مواقف ترامب، إنه يهدد ثم لا يفعل شيئا، حسب القناة. But Trump does love to issue threats and then do nothing. Take for example North Korea. Remember this? North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Fire and fury. Well, there has been plenty of fire, but from North Korea. الواشنطن بوست آثرت أن تكون محلية أكثر وتحدثت عن إضراب عمال جنرال موتورز ولعب السياسيين على الإضراب في غمار المنافسة على الانتخابات الرئاسية القادمة. هدوء التطورات في ملف بريكسيت فتح للصحافة البريطانية المجال لتعالج مواضيع أخرى، فالإندبندنت تحدثت عن أكواب القهوة ذات الاستعمال الواحد التي تريد جهات رسمية فرض ضرائب عليها. أما الجارديان فقد حققت في نسب الأطفال الذين يتم استغلالهم في الجريمة وتجارة المخدرات. الصحافة الفرنسية كان اهتمامها دوليا خلال الأسبوع لتفتح لوموند نافذة على انتخابات تونس الرئاسية والنتائج التي أقصت مرشحين بارزين في المشهد السياسي التونسي. الصحيفة توقفت عند مواقف للمرشح الأوفر حظا من القضايا الجدلية في تونس، مثل المساواة في الميراث، عقوبة الإعدام والمثلية الجنسية. الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية كانت على صفحة لوفيغاغو الأولى، وأشارت إلى استماتة نتنياهو في البقاء في المنصب، ورجحت إن ذلك مهربه الوحيد من تهم الفساد الموجهة إليه. قمة أنقرة الثلاثية حازت على الاهتمام الأكبر للصحافة التركية. يعني شفق سلطت الضوء على مخرجات القمة التي كان منها طرد تنظيم PKK الإرهابي وامتداداته من سوريا. دستور جديد لسوريا عنوان تصدر صفحات جريدة ستار بعد قمة أنقرة. أما صحيفة جونيش فقد أضاءت على ما أشار إليه الرئيس أردوغان من أن التوسع في المناطق الآمنة في سوريا سيساهم في تمكين 3 ملايين لاجئ من العودة إلى ديارهم. كان هذا أبرز ما رصدناه وأبرز ما تداولته وسائل الإعلام العربية والعالمية. الآن إلى إطلالة مع أجندة السوشيال ميديا مع كريستين، إليكِ.
أجندتنا لهذا الأسبوع نبدأها من مصر سارة، التي تصدر فيها هاشتاج كفاية بقى يا سيسي، وذلك بعد ساعات من دعوة المقاول محمد علي المصريين لاستخدام هذا الهاشتاج الذي يتصاعد عدد تغريداته بسرعة هائلة. منصات رسمية على مواقع التواصل نشرت وجود استنفار أمني في وزارة الداخلية المصرية بسبب الهاشتاج، حتى إن وزير الداخلية أصدر تعليمات برفع حالة الطوارئ داخل الوزارة، إضافة إلى منع إجازات الضباط واحتمال بقطع الإنترنت عن مصر. تنقل ناشطون أيضا تغريدة رئيس المعهد القومي للأورام، التي قال فيها: صادروا أرض معهد الأورام لبيعها لمستثمرين، هذه الأرض المخصصة لبناء أكبر وأحدث معهد أورام في العالم، ردا على خطاب السيسي في مؤتمر الشباب الذي أعلن فيه عن بناء قصور رئاسية جديدة. ناشطون نشروا سلسلة من التحذيرات حول ظهور عدد من الهاشتاجات مشابهة للأصلي، وذلك للتضليل ومنع وصول عدد التغريدات إلى 30 مليونا، على وفق ما دعا إليه محمد علي عندما وعد السيسي بتنظيم ثورة ضده. محمد علي يدعو المصريين يومي الخميس والجمعة إلى وقفة سلمية لمدة ساعة بكل أدب واحترام، والسبب في هذا الفيديو الذي نشرته منصة الجزيرة الرقمية. يوم الخميس، يوم الجمعة تنزلوا تقفوا ساعة، لو عددنا تجاوز 30 مليون زي ما هو مسك بال 30 مليون فنرجو منه الاستقالة والتنحي عن الحكم. تقودنا التغريدات إلى الجزائر أيضا، التي تصدر فيها هاشتاج تسقط انتخابات العصابات، وذلك رفضا لإجراء انتخابات رئاسية بعد أن قسم إعلان موعد الانتخابات الجزائريين بين مرحب ومعارض. مغردون شاركوا مقولة الخضر بورقعة، أحد أقدم قادة حرب التحرير في الجزائر والذي اعتقل بتهمة إهانة هيئة نظامية. هذه التغريدة التي تبدو تنبيها للشعب بأن السلطة تعرف الرئيس المقبل وتنتظر منحه الشرعية. طالب اليوم هو موظف ومسؤول الغد، هكذا غرد أحد الطلاب الجزائريين حول ثبات الطلبة على رفضهم العيش تحت رحمة حكم مهدد بالانقراض، متجاوزين الخوف وثابتين على الحق على حسب هذه التغريدة، مضيفين هاشتاج خاصا بهم باسم حراك الطلبة. الانخراط في حوار شامل ضمن دعوة للوصول إلى صيغ حلول توافقية حول كل الجوانب المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. هذه كانت كلمات الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. لنتابع التفاصيل في هذا الفيديو الذي نشرته منصة سكاي نيوز الرقمية. الانخراط في حوار شامل بغرض الوصول إلى صيغ حلول توافقية حول كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. ونتجه إلى تركيا وتصدر هاشتاج عدنان مندرس للترند التركي في ذكرى استشهاده 58 بعد إعدامه من قبل الانقلابيين سنة 1961. تغريدات الناشطين كانت مليئة بالحزن، معتبرين أن تجاهل إرادة الأمة جعل من هذا اليوم وصمة سوداء في تاريخ الديمقراطية التركية. مغردون تناقلوا كلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذكرى استشهاد مندرس، حيث قال أردوغان إن أولئك الذين يتهمونه بالقسوة أعدموا رئيس الوزراء الأكثر تهذيبا في البلاد، مشيرا إلى الانقلابيين. مغردون عرب تفاعلوا مع الحدث، حيث تناقل العديد من الناشطين في ذكرى إعدام عدنان مندرس فيديو تحت مسمى شهيد الأذان، لكونه من أعاد رفع الأذان في المساجد باللغة العربية. لنشاهد هذا الفيديو لصفحة ترك بريس الإخبارية. أجندة متنوعة بأخبارها لهذا الأسبوع سارة، وتفاصيل أكثر معك. شكرا جزيلا كريستين.
انتخابات على ضفتين ونتائج مفاجئة في تونس وإسرائيل في منشط. الحصة الكبرى من المشهد الإعلامي خصصتها وسائل الإعلام العربية والعالمية للانتخابات في كل من تونس وإسرائيل منذ بدايتها حتى إعلان نتائجها. تصويت عقابي لمنظومة أخفقت، هكذا عنونت وكالة الأناضول مقالا حللت فيه نتائج الانتخابات التونسية والرسائل التي تضمنتها عن الناخب التونسي. أراد معاقبة المنظومة القائمة لعجزها عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في البلد. وما زالت الشعارات الثورية تجذب الناس. الخليج أونلاين أشارت في تغطيتها إلى أن المرشح المتصدر في الانتخابات التونسية يصف التطبيع مع إسرائيل بالخيانة، مرفقة الخبر بمقطع لقيس سعيد يهاجم فيه الإسرائيليين. الوضع الطبيعي أننا في حالة حرب مع كيان مغتصب، ومن يتعامل مع العدو فهو خائن وخيانته هي خيانة عظمى. موقع روسيا اليوم اختار الحديث عن الجولة الثانية من الانتخابات ونشر مقالا عن أن الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي والمرشح عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بالإضافة إلى لطف المرايحي الذين خسروا في الجولة الأولى سيقدمون دعمهم لقيس سعيد في الجولة الثانية، وشارك الموقع فيديو للمرايحي يؤكد فيه ذلك. أنا مش ممكن أني نختار نبيل القروي أبدا، لكن من نجم إلا ننحاز للشق نتاع قيس. وإلى الانتخابات الإسرائيلية التي أخذت هي الأخرى حصة واسعة من المتابعة، فمعظم العناوين التي طرحتها وسائل الإعلام حملت طابعا دراميا مقارنة مع تغطية الانتخابات التونسية. سكاي نيوز تساءلت عن النتائج بين كونها فشلاً أو نهاية لحزب الليكود وزعيمه نتنياهو الذي لم ينتظر النتائج الرسمية ليحاول لم شمل اليمين مستعملاً فزاعة الوجود العربي المتصاعد في الكنيست. واعتبرت سكاي أن النتائج كانت صفعة له بعد فشله في تأمين الأغلبية المطلوبة. لا غالب ولا مغلوب، هكذا حاولت قناة روسيا اليوم التخفيف من وقع النتائج، مشيرة إلى أنها تتجه أكثر نحو التعادل بين معسكر اليمين بحصوله على 56 مقعدا وبين معسكر اليسار الذي حصل على 55 مقعدا. أورونيوز في مقال نشرته قالت إن فشل نتنياهو في تشكيل أغلبية يعني أنه ليس هناك من نجح في الحصول على الأكثرية ب 61 مقعدا، ما يعني أن المعسكرين سيدخلان على الأرجح في مفاوضات مع الرئيس الإسرائيلي لتكليف أحدهما بتشكيل حكومة جديدة. لم تنتهي بعد الجولات الانتخابية في تونس وإسرائيل، ويبدو أن الأيام المقبلة ستحمل معها بعض المفاجآت. فكيف كان؟ كريستين وضع الخبرين على مواقع التواصل الاجتماعي. إليك. حدث الأسبوع مرتبط بالانتخابات على ما يبدو سارة، ونخص الانتخابات في تونس وإسرائيل التي كانت لها النصيب الأكبر من تغريدات الناشطين على المنصات الاجتماعية. ونبدأ من الانتخابات التونسية التي سارت على عكس التوقعات، حيث لم يصل الزبيدي ومورو والمرزوقي إلى الدور الثاني من الانتخابات ليخرجوا من السباق إلى قصر قرطاج، فتصدر قيس سعيد بنسبة 18.4، ونبيل القروي الموقوف بتهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال بنسبة 15.6. كيف تنبأ الرئيس الراحل الباجي قايد سبسي منذ 3 سنوات بنتائج الانتخابات التونسية؟ سؤال طرح على منصات التواصل عبر فيديو للسبسي وهو يتحدث عن عدم فوز رئيس الحكومة يوسف الشاهد والذي تلقى خسارة كبيرة في الانتخابات بحصوله على 7% فقط من الأصوات. إذا كان الإنسان هو في الحكم طب ما يزموش يفكر في 2019، يزمو يفكر باش ينجح توا بعد اللي راح عنده الحكم توا. واش يقعد يستنى في 2019 باش يجي الحكم؟
مغردون ربطوا الانتخابات التونسية بالإسرائيلية، معتبرين أن أكبر مكسب لليهود هو اعتراف عرب فلسطين بالكيان الصهيوني، حيث حصلت مجموعة من عرب إسرائيل المحافظين تقريبا على ثلث مقاعد الكنيست، بينما حصل المنصف المرزوقي المحافظ أيضا على 3% فقط في الانتخابات التونسية. ماذا تعرف عن قيس سعيد المرشح الذي مثلت توقعات صعوده إلى الدور الثاني من الانتخابات زلزالا سياسيا؟ فيديو لمنصة عربي 21 يخبرنا عن المرشح المتصدر للانتخابات التونسية، لنتابع. وبانتظار الدور الثاني للانتخابات التونسية، نتجه الآن إلى الانتخابات الإسرائيلية التي شغلت مواقع التواصل وتصدرت الترند في عدد من الدول العربية. نتائج أولية لفرز 90% من الأصوات أشارت إلى تقدم حزب أزرق أبيض برئاسة بني غانتس على الليكود اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي اعتبره الكثير تلقى صفعة على ما يبدو. مغردون تناقلوا معلومات يجب على الجميع معرفتها حول الانتخابات الإسرائيلية، أولها أن من يفوز سوف يقود قوة إقليمية كبرى بحكم امتلاك إسرائيل لأقوى جيش في الشرق الأوسط، إضافة إلى التأثير على مستقبل فلسطين والسيطرة على الضفة الغربية والأراضي المعروفة باسم غور الأردن. لا ينبغي بناء سياسات خاطئة على الخطابات الإسرائيلية الدعائية، لأن نتنياهو يساوي غانتس وعدائهما للفلسطينيين واحد. هذه كانت كلمات عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق التي تداولها ناشطون. الكنعانيون في إسرائيل يكبرون ويتبادلون التهاني بعد فوزهم في الانتخابات الإسرائيلية، لنشاهد معا ما تنقله المغردون. كان هذا حدث الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي ولحديث الميديا، معك بقية سارة. شكرا جزيلا لك كريستين. طائرات مسيرة تهاجم منشأتين نفطيتين لأرامكو في السعودية، إلى أين تتجه أصابع الاتهام في أصل الخبر؟ استيقظ السعوديون فجر يوم السبت 14 سبتمبر على انفجارات وحرائق اندلعت في منشآت لشركة أرامكو النفطية. الحرائق التي تمت السيطرة عليها قيل إنها ستؤدي إلى التأثير على إنتاج حوالي نصف إنتاج المملكة و5% من إمدادات النفط العالمية بحسب رويترز. جماعة الحوثي في اليمن سرعان ما تبنت الهجوم وقالت إنها نفذته بعشر طائرات مسيرة في بيان نقله موقع قناة دوتش فيلا الألمانية. توالت الإدانات الدولية والعربية للحوثيين والهجمات، فنقل موقع CNN بالعربية بعضها، ثم نشر المتحدث العسكري باسم الحوثيين فيديو يتحدث فيه عن تفاصيل العملية تناقلته وسائل الإعلام العربية والعالمية. مع انبلاج الفجر اهتزت منشآت أرامكو السعودية في بقيق بالمنطقة الشرقية، ودوت أصوات انفجارات متتالية في أرجاء أكبر منشآت معالجة الزيوت النفطية في العالم. بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو. في حديث الميديا بحثنا عن أصل الخبر، فرغم تبني الحوثيين للهجوم فإن هناك الكثير من علامات الاستفهام طرحتها وسائل إعلام مختلفة حول كيفية الوصول للعمق السعودي بهذا الشكل، خصوصا مع البعد الجغرافي بين الحدود اليمنية والمدينة المستهدفة. شبكة أنباء CBS الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن مواقع الهجوم لم تكن من اليمن، بل تم تحديد نقطة انطلاقه من جنوب إيران، لهذا لم توقفها الدفاعات الجوية. أما قناة CNN فقد نشرت فيديو يتعارض مع رواية الحوثيين. نشاهد. Analysts think these were launched somewhere up here along this border with Kuwait and Iraq, flew over Kuwait and then down to hit these oil facilities down here. And they know that Iran has one of the most robust missile programs in the entire region, including some far-ranging cruise missiles.
وزير الخارجية الأمريكي أشار من جانبه إلى وقوف طهران وراء الهجوم، ونقل عنه موقع قناة الحرة الأمريكي وعن مسؤولين سعوديين وأمريكيين احتمال إطلاق الهجوم من العراق أو إيران وليس اليمن. سكاي نيوز عربية نقلت بيانا رسميا لبغداد نفت فيه أن تكون الأراضي العراقية قد استخدمت لضرب السعودية، وأكدت التزامها بمنع استخدام أراضيها للعدوان على أشقائها وأصدقائها حسب ما ورد في البيان. طهران أيضا نفت هي الأخرى مسؤوليتها عن الهجوم السبت الماضي، وحذرت من تداعيات أي هجوم عليها، مضيفة أن ردها على أي هجوم يستهدفها لن يقتصر على مصدره كما نقلت قناة العربية. لكن لماذا يتبنى الحوثيون الهجمات على أرامكو رغم عدم ضلوعهم فيها؟ جريدة الاندبندنت العربية أجابت على هذا التساؤل وقالت إن موقف الحوثيين يأتي في إطار محاولاتهم لتضخيم أدائهم العسكري. قناة الجزيرة نقلت من جهتها تصريح ترامب عن رغبته بتجنب الحرب مع إيران، وعن أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للمساعدة فقط ولكن مقابل المال. موقع عربي بوست اختار أن يستشهد بآراء محللين يتحدثون عن رغبة إيران في أن تؤكد للمجتمع الدولي قدرتها على أن تقلب موازين اللعب في المنطقة وتحرك مياه المفاوضات الراكدة مع واشنطن. ونقلت الجزيرة وقائع مؤتمر صحفي عرضت فيه وزارة الدفاع السعودية ما قالت عنه إنها أدلة على الدور الإيراني في الهجمات، وأضافت أن من بين الأسلحة المستخدمة في الهجوم طائرات مسيرة إيرانية الصنع. لتتباعد ردود الفعل، حيث نشرت بي بي سي عربي تعليق وزارة الخارجية الأمريكي بعد اجتماع مع ولي العهد السعودي بأنه لن يتم التسامح مع سلوك إيران. هجمات أرامكو أثرت فور وقوعها على أسعار النفط، لكن يبدو أن تداعياتها السياسية والدولية ستكون أعمق بكثير خلال الأيام المقبلة. وفرت مواقع التواصل الاجتماعي منصة للناشطين يعبرون من خلالها عن أفكارهم ويناقشون ويعرضون من خلالها قضاياهم، حتى اعتبرها البعض إحدى أهم منصات الثورات والاحتجاجات وتشكيل الرأي العام. ولكن ما درجة الأمان والحرية التي تعطيها هذه المنصات للناشط وما يستعرضه؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا أحمد الزكي مدير موقع سوشيولوجي. مرحبا بك. وبداية، يعني هل لهذه المواقع هذا الأثر الكبير الذي يحكى عنه أم هناك تضخيم لدورها؟ أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية، مواقع التواصل الاجتماعي منذ ثورات الربيع العربي هي أكثر تأثيراً وأكثر محرك للحشود والجموع من الإعلام التقليدي والإعلام الطبيعي الذي تعودنا عليه في السنوات التي تسبق الربيع العربي. فمن ذو يومين على الأقل مثلاً، حدث قريب يعني، كان هناك دعوات هاشتاج كفاية بقى يا سيسي، وصل إلى 1.5 مليون تغريدة وأكثر من 300,000 تفاعل، 300 مليون تفاعل على منصات تويتر وعلى الفيسبوك. ثم قام التويتر بحذفه. طيب، تحدثت عن حذف بعض التغريدات. هنا الناشطون كانوا يستخدمون هذه المنصات لإيصال آرائهم بحرية وبدون حذف. مؤخرا أصبحنا نسمع عن بعض المنصات التي تقوم بحذف هذه التغريدات أو مشاركاتهم. هل يحق لها ذلك أو ما هو الوضع بالضبط؟ قديما كانت السوشيال ميديا هي منصة حرة دون أي قيود، بدون أي تقييد للحريات. كانت المنصة أكثر حرة، واللسان الآخر الذي يعبر عن نبض الجمهور ونبض الشارع بعيدا عن الوسائل الإعلام الحكومية والتقليدية. ولكن حاليا مع انعدام الخصوصية ومع التقييدات التي أصبحت موجودة، يعني هناك مثلا نشطاء مصريين رصدوا مثلا حظر حساباتهم من البث المباشر دون أي أسباب. هناك نشطاء تم حذف حساباتهم او وقفها رغم انها حسابات موثقه ورسميه من هذه المنصات وبدون اي تفسير. وهذا يحدث بشكل كبير جدا، يعني اصبحت الخصوصيه شبه منعدمه على منصات التواصل الاجتماعي. نعم، احمد الزكي مدير موقع سوشيولوجي، شكرا جزيلا لك.
يتم تحميل المئات وربما الآلاف من الأخبار يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي التي توفر مساحة حرة للتدوين وتبادل المعلومات بيد أنه لا رقيب ولا حسيب على ما يتم تداوله فيها. فإلى أي مدى تثق بمصداقية الأخبار التي تقرأها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ سؤال طرحناه عليكم مشاهدين على صفحتنا على فيسبوك، وأول تعليقاتكم من فريدة التي تقول إنها تصدق أخبار فيسبوك أكثر من التلفزيونات، وذلك لأن مواقع التواصل تنقل الخبر بطريقة أسرع، وبين قوسين يضمن فيسبوك حرية التعبير بدون رقابة الحكومات. بعض المعلقين رجح كفة المصداقية لمواقع التواصل الاجتماعي فأعطى نسبة 80% لمواقع التواصل، وهذا ما يوضح لنا على ما أعتقد ظاهرة تباين الشائعات بين تكذيب وتصديق. روعة أيضا تقول إن نسبة كبيرة من الأخبار على مواقع التواصل تكون صحيحة. أعتقد هناك الكثير مثل روعة وسارة، لذلك تأكدوا جيدا مشاهدين من الخبر قبل أن تنشروه على مواقع التواصل. مشاهدين استمروا في التفاعل معنا على صفحتنا، ولا تنسوا أن رأيكم هو المحور وتفاعلكم يصنع الخبر، وفي حديث الميديا منصة مفتوحة لآرائكم دائما. إلى اللقاء.